بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين واصلي واسلم على نبينا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم صلى الله عليه وسلم. طيب، كما عودناكم تكريم التلاميذ الناجحين في شهاده التعليم الابتدائي لهذا الموسم 2021. صورنا في خمس مليانة، صورنا في مليانة، صورنا في عين دفنة، صورنا في البليدة، صورنا في الجزائر العاصمة، في حديقة الحامة، في مقام الشهيد، في أماكن كثيرة. اليوم إن شاء الله عز وجل أنا في ولاية شلف، ولاية شلف في المدرسة الابتدائية واسمها خمسينية الاستقلال، ابتدائية خمسينية الاستقلال في الشرفة في ولاية شلف. أول حاجة نبدأ بها مشكور السيد المدير والأستاذة اللي عطاونا هذه الفرصة باش نكرموا هذا التلاميذ ونعطوهم شهادة تحفيزية باش يتحفزوا ويتشجعوا أكثر على الدراسة وعلى التعلم. كما قلت مدرسة خمسينية الاستقلال في ولاية شلف راح نكرموا التلاميذ اللي نجحوا في شهادة التعليم الابتدائي لهذا الموسم 2021. وكلمة شكر وتقدير واحترام كبير كبير جدا للسيد المدير اللي سمح لنا بهذا التصوير وعطانا هذا الفرصة، ونشكر جميع الأساتذة العاملين اللي قاموا في هذه المدرسة، مدرسة 500 حصة. طيب، أول حاجة نبدأ بها اللي هي الوطنية، قرية وطنية، الهوية الوطنية. أول حاجة نبدأ بها تقوموا في مراكم في مكانكم وتغنوا النشيد الوطني بصوت غير متكامل، صوت يكون معتدل. يلا قوموا في المكان. لما نقول واحد اثنين ثلاثة تغنوا النشيد الوطني وما ترفعوش الصوت بزاف. فهمنا؟ واحد اثنين لا أساس النجاح هو الاستعانة بالله. أنتم الآن نجحتم في شهادة التعليم الابتدائي،
ما نجحتوش بالجهد تاعكم، ما نجحتوش لانكم احفظتم، وما نجحتوش لانكم ما على باليكم تبغوا، لا نجحتوا لان الله عز وجل هو اللي وفقكم. نعرف تلاميذ بزاف انا نعرف من هو يحفظ ما جاش السيستم، لانه التوفيق ما وفقوش ربي. لذلك الحياه اللي درنا فيها التوفيق من الله، فهمنا؟ ما تقولش ابدا ما نقولش نجحت، قول وفقني ربي. كاين بزاف يحفظ في الباكالوريا، يعني عندي صحابي يحفظ كامل الشكاوي وما ينجحش، علاه؟ لان الله عز وجل ما وفقوش. اذا تدير دير حاجه في بالك مليح باللي التوفيق من الله والنجاح من الله. طيب كاين اسباب، من الاسباب اللي يخلي الله عز وجل يوفقك انك تقرا وتتبع مع الاستاذ وتصلي. كاين بزاف اللي مازال مطبوخ مازال صغير، لا الانسان اللي ما يصليش في الدنيا هذه ما يتوفقش وما يوصلش للنجاح. الصلاة هذه دليل بلي حنا مسلمين، فهمنا؟ كذلك طاعة الوالدين، اللي ما يقعش يماه وما يقعش بابه ما ينجحش. لا بقيت تحفظ الكراس كامل وتحفظ الكتاب كامل ما تنجحش، لا غضبت عليه يماه ما تنجحش. طاعة الوالدين أساس النجاح في الدنيا هذه. الله عز وجل اللي خلقنا قالنا أطيعوني أطيعوا والديكم، إذا ما أطعتوش والديكم ما تنجحوش. والشيء الثالث قراءة القرآن، لازم كل يوم تكون عندك أقل شيء تقرأ نص صفحة من القرآن. إذا نعرفوا في حوصلة صغيرة أسباب النجاح ثلاث أشياء: الصلاة وطاعة الوالدين وقراءة القرآن، فهمنا؟ صح، ما نطولوش عليكم، لا يسخانة، نمروا مباشرة للتسليم الشهادة، مو بالتكريم، تسليم شهادات للتلاميذ الناجحين في شهادة الابتدائي لهذا الموسم 2021. ونبدأ دائما كما هي العادة بصاحبة أعلى معدل، أعلى معدل اللي هي تلميذة عزوز راشد هيبة، صاحبة أعلى معدل، تفضل. تلميذة هيبة، شوفي الأستاذة، وعطينا كلمة صغيرة حول نجاحك، دونك أنا اسم اللقب تاعك ونجاحك وإهداء إهداء للوالدين تاعك والأستاذة تاعك، تفضل، وروحي صلي. نجحت هذا الموسم؟ نجحت هذا الموسم بالإقامة والدين. إيه، شحال المعدل تاعك؟ 9.6. 9.6، أشكر أبي. أشكر أبي وأمي. دير لي بالك راح يشوفك بالك، وكيشوفك في فيديو. أشكر أبي وأمي، ولا عندك خالتك، خالتك اللي يعاونوا اللي يقراوا، والأستاذة تاعك، أشكر الأستاذة تاعي. وأشكر الأستاذة. وجميع النساء. وجميع النساء. بارك الله فيك، شوية عشان نعم، بارك الله فيك، قد جلسة، شكرا، شكرا. طيب مروا التمرين الثاني، حاج حاج بن علي كوفر، تفضل كوفر. كوفر نفس الشيء، التمرين حاج بن علي كوفر، إذا حصلت هذا العام أشكرك. التمرين العام حصلت هذا العام على 9.50. ما شاء الله 9.50. أشكر أبي وأمي ومعلمتي الشهادة. بارك الله فيك، شكرا لك. والأستاذ. طيب طاهر بن جطية ياسر. ياسر قلت لنا فصيح اللغة، أرنا مهارة، تفضل. شوف الأستاذة أعطينا كلمة صحيحة. السلام عليكم، اسمي طه بن جبري ياسر، حصلت هذا العام على معدل 9.50. ما شاء الله. وأشكر جزيلا وأقدم جزيلا الشكر لأمي التي تعبت عليها في دراستي. وكل ما ساعدني وحفزني. بارك الله فيك، شرفت بوهرة وفاطمة صح. بوهرة وفاطمة صح. ورا. ما جاش ورا بوهرة وفاطمة. ورا فاطمة صح. ماشي انا. لانك خرجت. كان دايما خرجت معليش ما نخرجش. إسراء، مشكلة إسراء. كلمة صغيرة حول النجاح في شهادة التعليم. السلام عليكم، أنا جبت التعليم الابتدائي، جبت معدل 7.90. ما شاء الله. أشكر أمي على وأبي وكل ما ساعدني. وعيشة محمد رائع.
هيا 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 يا رب نجمة كلمة صغيرة على الجنب مش موقع بيوة ما تشوفش حفصة، حسوم حفصة، هاي حفصة.
التلميذة تحصلت هذا العام على شهادة تعليم المعدل. ما شاء الله، أشكر أمي وأسرتك وأشكر أستاذك. بارك الله فيك، شكرا لك. خليك اسمع للجمهور، اسمع هيا اسمع معلش، اروح اديني الشهادة وانجز للجمهور. اسمع بل هذه مريم آسفة، تفضل أعطينا كلمة صغيرة. آسفة. صح، ثانية ثانية شيء ثانية ثانية
ساريه ساريه اسمك ما شاء الله ساريه قليل اسمك اول مره تسمع اسمها ساريه ما شاء الله في الشرفة في ولاية شلف تحصلنا على هذا التكريم من عنده من عند الأساتذة تاع المدرسة له فائق الاحترام والتقدير من عندنا نشكره نشكره بارك الله فيك اللي فتح لنا الابتدائية وسمح لنا باش نكرموا التلاميذ ونفرحوا الله يبارك فيك ان شاء الله بارك الله فيك تبا نشكرك على الزيارة لا يعطيك العافية وراك في ولايتك بارك الله فيك يعني في بارك الله مرحبا بك أي وقت ربي يحفظك ونشكرك على التكريم تاع التلاميذ بارك الله فيك ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك شكرا شكرا كما راكم تشوفوا تم تكريم التلاميذ الناجحين بشهاده التعليم الابتدائي رغم ان كان مثلا مؤسسه تؤسست 50 الاستقلال وكاين بعض التلاميذ اللي ما يعرفوش هنا جبناهم باش نكرمهم تم تكريمهم وتحفيزهم حتى يتحفزوا ويكون الدراسه تاعهم ناجحه ان شاء الله غدا نتمنى لهم النجاح في المتوسط وحتى في الثانوي وحتى في الجامعه ان شاء الله عز وجل هذو هما التلاميذ راهم البنات منا وراهم الذكور منا نتمنى لهم النجاح ان شاء الله عز وجل وفرحناهم وعطينا لهم شهادات باش يتحفزوا اكثر ويتشجعوا اكثر للدراسه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك والسلام عليكم.